بارك محمد الكاتب العام للمكتب النقابي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات فرع المعرض الدولي بالدار البيضاء. اليوم تنحتفلوا بعيد فتح ماي، حنا اسعد عمال كاينين في العالم اليوم نحن حاضرين لانهم وقعوا واحد النظام اساسي ظالم وجائر، نقصوا لنا من الرواتب ديالنا من النت ومن البريد ومن انظمه التقاعد. وهذا المشروع ديال ادماج ثلاث مؤسسات عموميه كان تقدم به مولاي حفيظ العالمي الوزير السابق امام صاحب الجلاله، واوصى بنا صاحب الجلاله خيرا بالمستخدمين ديال ثلاثه المؤسسات، واحيل هذا المشروع على مجلس النواب في لجنه الماليه، وكانت اقتراحات واضافات ونقاشات، وتضعت واحد الماده 30 اللي غتحفظ هاد العمال كلهم المكتسبات ديالهم، وتحال على مجلس المستشارين ثم المصادقه، واحيل على الامانه العامه للحكومه، وقعوا صاحب الجلاله ووضعوا واحد الماده 30 اللي تقول انه يحتفظ المستخدمون بجميع الحقوق والمكتسبات والامتيازات وانظمه التقاعد ديالهم. هذه سنه ونصف تم التوقيع على هذا النظام الاساسي، وكنا درنا واحد التظلم ودخل رئيس الحكومه مع السيد الامين العام ديال المركزيه ديالنا الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، واستقبلني السيد الوزير وطمأني وقال لي بان هذا النظام الاساسي ما غيتفعلش حتى نديروا فيه تعديل. البارح تقريبا طبق ذاك النظام الاساسي، والناس ديال المعرض تنقص لهم الصالير ديالهم، لا في النت لا في البريد لا في انظمه التقاعد، والمؤسسه استفدت ومؤسسه بقات في الوضعيه الاداريه ديالها. حاليا تنطالبوا من السيد رئيس الحكومه لانه هو رئيس مجلس اداري باش يصلح هذا الخطا، لان اول مره في التاريخ ديال المغرب من عاد حكومه البكاي المستخدمون تنقصوا لهم الصالير، ما كايناش هذه كاع نهائيا. والبارح خرج السيد وزير التشغيل تيقول لك اودي حنا جينا باش نصلحوا وباش نعاونوا الناس. انا تنقول ليه من هذا المنبر اليوم راكم ضيعتوا الناس، وخصوصا المعرض الدولي بالدار البيضاء، وشكرا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.